تنطلق اليوم منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي القادسية صاحب المركز الثالث مع خيطان قبل الأخير في الساعة 5:25 على استاد الصداقة والسلام. جماهير القلعة الصفراء تنظر بعين الفوز ولا بديل عنه للاستمرار في منافسات العربي المتصدر والكويت الوصيف، واللذان يفرقان بنقطة واحدة عن القادسية، وفي لقاء آخر يستضيف الشباب جاره الفحيحيل.